زي ما انا عشت الموضوع ده وشفته. جماهير كتيره من الفرقه. بص يا كابتن اسامه، هتلاقي جماهير، مجموعه من الجماهير راح المباراه. ده لايف من هناك مباشره، حضور جماهير كبير جدا ما شاء الله. هل ده مستمر لغايه دلوقتي؟ بس انا شفته، ويعني يمكن من الدول القليله، انا يعني لعبنا في حتت كتيره جدا سواء في افريقيا او خارج او في دول عربيه او كده، ما شفتش الظاهره دي. بتلاقي الجمهور المنافس بيروح ممكن يكون الجمهور المنافس بيتمنى الخساره للفرقه اللي هي المنافسه ليه، ولكن ما بيروحش الملعب. لكن هنا الجماهير، هتلاقي في جماهير بتآزر النادي الاهلي. ده اللي انا عشته هناك وشفته، وكانت حاجه غريبه بالنسبه لي يعني. صحيح. بالنسبه للعيبه النادي الاهلي، جماهير ما اعتقدش ان ده عامل مؤثر بالنسبه لها، حتى لو كل الجماهير ماليه الملعب جماهير سيمبا. لعيبه النادي الاهلي دوليين، لعيبه النادي الاهلي لسه كانوا في قطر، مجموعه كبيره من جماهيرنا كانت بتآزرهم هناك، فالاجواء بتاعت الجماهير مش هتبقى، بالعكس ممكن تبقى عامل محفز للنادي الاهلي. بالنسبه لموضوع الرطوبه والحراره وكده، نفس الشيء. السنه اللي فاتت النادي الاهلي لعب في ماتشات خارجيه، ده بيحصل. موضوع